اليوم الغوالي عازمهم مطعم بند الريف الكاظميه المقدسه، اضخم عبال بالعراق وبالوطن العربي كله، وزن 140 كيلو. بند الريف الكاظميه المقدسه. بند الريف غير شكل على ماسك الطعام، خلينا نشوفه من الداخل. تعال. لحم غنم عراقي خالص. ابو اللمعه. ابو الشمعه. آه حبيبي. اللي يخسر ياكل الصينية. يلا ما. واللي يفوز هو يدفع. يلا. خسرت لازم اكل الصينية وهو يدفع الفلوس وعلى رماش. يعني واليوم النفسية غير شكل على الباسكل وين؟ اشطار يا مطعم. بند الريف. يا مطعم. بند الريف. من الكاظمية المقدسة أحلى مطعم للزوار وللخطار وأحلى في الرابط. مندي في يا مطعم مند الريف أبنيو. أنا بعد خسرت بالنزال. يلا واللي يخسر هو ياخذ يضرب المندي وانت تدفع فلوس. احنا هذا الطابق الاول شفناه كان شوي يرتاح. مندي وين تجي؟ فوق قاعدة عربية مالتها. وينك؟ يلا حي الله يا طلوع. يلا حي الله الاسود. يلا حسين ارنول او جعفر بن شعلة الصدرين. روح روح روح. يعني قاعدك وحلوه عربيه؟ ايوه علي. ايه موجوده؟ آه. مال تهني مال غنم مو هيش. تعال. وين القعده؟ تفضل تفضل ابو علي. اللهم صل على محمد وال محمد وعلى ال حميد. حميد بيدك رزقك يا ابن حميد. ابو حميد ما عاد جرس انا راحت وعد تبريد ثلج. لا لا ابوي لا تنام خلنا نضرب المندي. دق 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 دق. يلا جعفر جعفر استريح. صدق قاعده عربيه. واحد على المنبر واحد على المسرح. يلا ابو جاسر يمي. صحيح اسالك. ها واحد مدد حسين مدد شنك جعفر مدد شنك. ارتاح حط شوي. الله ترندح. يلا ابويا وين صار المدي؟ ابو الريف دبتك على الدرس ابويا حيدك. مد الخروفين على العشاء وافتح. لازم وين صار الخوتي؟ اللهم صل على محمد. هذا البند باللمعه. باع المندي من الكاظميه المقدسه لحم غنم عراقي. من يفلس؟ جعفر مد ايدك. هاي الوليمه شايفه بس عند قريش. عند قريش باعوا. اللهم صل على محمد وال محمد. شو قلت مد ايدك جعفر؟ اضخم رجل بالعراق. بس باعوا. باعوا باعوا. حلقوم حلقوم مو لحم. يا باع شلون تايخ باعوا. انكت انكت حميد انكت عفيه. هيا يوقع يوقع يوقع. لعش حبالك فلس لحم الخروف معروف معروف. باوع باوع. فك عجب فك عجب. يا بجابون. واذا الوحوش حشرت. هي هاي الوحوش. باوع باوع. محمد تريد عضلات انفلاقيه ورماش تضرب مند الريف يوميه. صار كابتن. الروبه وين الروبه؟ باوع باوع. اللبن اللهم صل على محمد وال محمد. الدب الروبه وين؟ على اللحم. على اللحم. وهاي شنو يا ابو حميد؟ باوع تغمسها هكذا. يضرب حميد يضرب يضربها ياهو. جعفر منو راح يضربها؟ حميد قول. حميد ابني ياهو. مد ايدك علي حتى لو تموت. جعفر اضخم رجل بالعراق. الف عافيه وعلي زلمه. هي وين هالباقيه؟ علمن تمشي. باوع فدوه روح لك. باوع يا بتجيب عائلتك جاي للزيارة وتعبان. داقتك الشموس جاي من البصرة من الناصرية من العمارة. تجي للكاظمية مقابل جامع الرسول. باوع ارنولد. ارنولد بعد حسين ارنولد. بسم الله الرحمن الرحيم. جزراي وعليك التاج قواشي. ايدي عمي احلى قوازي واحلى فاصوليه او تبسي من مند الريف. اعطيني بعد كاسه روب روب. شو اللبن مال اربيل مدقن ذبه على اللحم. التجربه اكبر برهان. شيلني الكبوسات. اللهم صل على محمد وال محمد. دجاج مندي مسوين الدايت العده سكر عنده ضغط ما يقدر الدهون مال لحم الغنم ياكل دجاج. باع اللوز باع الكشمش. افتح محمد افتح افتح ابو جاسم. هاي مفاجاه.
تريد دجاج مندي الطعام دوخني تريد لحام غنم عراقي او طلع ربعي يلا حرمه حقوم مندي الريف يا مندي جعفوري يا مندي حسوني ابو جاسم عبنيو يا مندي مندي الريف اخدع الحلقومي القوزي في مندي الريف ايه ونهائيا خلص حتى الجلد شو نسوي نضرب مندي دجاج مش اخويا الفقر جعفوري حسوني ابو جاسم عبنيو بسم الله ان يحفظك وجوك اخوي الف عافيه الزلم تاكل على قد افعاله وعلى رماش مندي الريف يا مندي مندي الريف اقطع الحمد لله والشكر ابو نيو دوقف خليك تلاحظ طلع رقم الشاصي من جعفر وحسين عرنوط طلعت الارض وطلي خلص الف عافيه عيوني وصي ابو المطعم مالك طلي ثاني اضرب لي علية العافيه ابو نيو اكل ابو نيو احلى رماش من مندي الريف طلع رقم المحرك اقطع قول ابو جاسم الف الحمد لله والشكر خلصنا وظلت بس العظام حتى العظام المصمصه هي حتى المخ ناكله ابو علي اضرب 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 مصمص مصمص العظام اختناق ابو علي اختناق اختناق مصمع اختناق ابو علي اختناق اختناق ابو علي واللي صار عند اختناق الريف الريف الكاظميه المقدسه اقطع يا مرحله وصلنا شايب الهيل العراقي الكظماوي بمطعم يا مطعم حمود مندي مندي الريف ابو الهيل خدري لشاي خدري خدري لشاي خدري وكليت امو الحلقومي الراد وعلى رماش صور لي حسين ارنولد اخذ دبل باوع لك ارنولد تزرب وهي صور لي جعفر خذ كبس باع تشيس مو صدر باوع امورم احلى مطعم في بغداد مطعم مندي الريف وصعبه الطلع اليوتيوبر والاعلامي محمد ابا نيو ابا بدول حقك احلى مندي بالعراق واحلى رماش من يا مطعم مندي الريف يا مطعم مندي الريف يا مطعم مندي الريف احلى رماش من الكاظميه المقدسه مطعم مندي الريف مع البرامز دبل بايتس باوع مع الرجل الاخضر باوع ضرابه المندي تحيه لاخويا حبيب الله يحفظك وعلي قول الكلمه كرار ابا نيو ابا نيو على رماش واقطع